حكايتنا النهاردة عن تمرينة الرجل، تمرينة الرجل بتاعت الجامدين، تمرينة الرجل بتاعت الجامدين اللي ملهمش حل، تمرينة الرجل بتاعت الرجالة، تمرينة الرجل بتاعت ايه؟ ايوه قول ورايا كده، بتاعت الرجالة. الراجل هو اللي بيروح يعمل تمرينة رجل زي ما قال الكتاب، بيروح يطلع كل المجهود اللي عنده علشان يروح كده مش قادر يمشي على رجليه. انما بقى اللي بيعمل تمرين الصدر بالستين سبعين تمانين كيلو وبالضمب اللي عمال يجمع ده عادي، ممكن اي حد يعمله. اللي بيعمل تمرين الظهر ياخد التي بار ويحط اوزان الجيم كلها ويلعب برضو ده عادي، ممكن اي حد يعمله. بس يا معلم مش اي حد والله هيعرف يعمل سكوات زي ما قال الكتاب، مش اي حد خالص هيعرف يعمل ديد ليفت زي ما قال الكتاب، مش اي حد حتى هيعرف يعمل ليج بريس زي ما قال الكتاب، غير الجامدين. الجامدين اللي حكايتهم كلها جيم، حياتهم انهم رايحين علشان يطلع عينيهم علشان يطلعوا عضلة مستعصية عليهم. انا واحد من الناس دي على فكرة، كان عندي عضلة رجلي دي هي نقطة ضعفي، شايفها حاجة كده تشيكن خالص، يعني رجول فراخ لمؤاخذة ما بتطلعش، شمال يمين احزق اعمل ما بتطلعش. طلع انك مش كل الحكاية حزق، في اداء يا معلم، في تمرين صح، في مجهود المفروض تعمله بشكل مناسب للي انت بتعمله في حياتك، في اكل وشرب وحاجات كتير كده. بعد ما عملت كل الحاجات دي ابتدت رجليا تتطور، ابتدى يبان عليها، ابتديت اشوف رجل. لازم تشوف رجليك، دور على رجليك علشان هي اللي هتشيلك.